السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، الصف الثاني الإعدادي. إن شاء الله النهاردة يا أولاد هنستكمل طبعا سلسلة فيديوهاتنا للترم الثاني، وعنوان درسنا النهاردة يا أولاد بيتكلم عن الثروة الحيوانية والسمكية في وطنونا العربي. لو بصينا لدرس النهاردة يا أولاد هنلاقيه بيتكون من 3 عناصر. من كام عنصر؟ 3 عناصر. عندنا الحيوانات في الوطن العربي، عندنا الدواجن في الوطن العربي، وعندنا الأسماك في الوطن العربي. 3 عناصر يا أولاد بيكون منهم درسنا النهاردة: الحيوانات والدواجن والأسماك. عشان كده عنوان درسنا النهاردة إيه؟ الثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي. نطير سريعا يا أولاد لأول عنصر في درسنا النهاردة وهو الحيوانات في الوطن العربي. بالنسبة يا أولاد للحيوانات، طبعا احنا عندنا العنصر او الحاجة اللي بتتربى عليها الحيوانات. بيقول لي الحيوانات في الوطن العربي بتتربى على اما اعتمادا على الاعلاف الزراعية، او بتعتمد على او تعتمد تربية الحيوانات في الوطن العربي على المراعي الطبيعية، يا اما الاعلاف الزراعية يا اما المراعي الطبيعية. طبعا احنا عندنا محاصيل اعلاف زي محصول البرسيم وغيرها من المحاصيل. اما بالنسبة للمراعي الطبيعية يا اولاد، فبيقول لي ان انا عندي المراعي الطبيعية الموجودة في الوطن العربي هي عبارة عن حشائش تنمو طبيعيا، عشان كده سموها ايه؟ سموها مراعي طبيعية، تنمو دون تدخل الانسان، وتربى بها حيوانات مختلفة حسب غنى وكثافة هذه المراعي. تاني، المراعي الطبيعية هي حشائش تنمو طبيعيا دون تدخل الانسان، وتربى بها حيوانات مختلفة حسب غنى أو حسب كثافة هذه المراعي. بتنقسم المراعي الطبيعية إلى مراعي معتدلة ومراعي حارة. المراعي المعتدلة يا أولاد بيطلق عليها اسم تاني، اسمها إيه بقى؟ اسمها الاستبس، ودي بتكون موجودة في شمال الوطن العربي وتربى عليها الأغنام والماعز. أما اللي موجودة في المناطق الجنوبية أو جنوب الوطن العربي فيطلق عليها مراعي حارة أو السافانا، وتربى عليها الأبقار والأغنام، حيث توجد معظم المراعي الطبيعية بالوطن العربي في بعض الدول زي ايه بقى؟ زي السودان والصومال والجزائر والمغرب. يبقى معظم المراعي الطبيعية موجودة فين؟ موجودة اما في السودان او الصومال او المغرب او الجزائر. طيب بعد كده يا اولاد هنتكلم عن ايه بقى؟ هنتكلم عن اهم الحيوانات وتوزيع الحيوانات دي في الوطن العربي. عندنا اهم الحيوانات واكثرها انتشارا في الوطن العربي يا اولاد مين بقى؟ عندنا الاغنام. الاغنام يا اولاد تعتبر اكثر الحيوانات او اكثر الحيوانات انتشارا في الوطن العربي، وده ليه بقى يا اولاد؟ سبب انتشار الاغنام هو فقر المراعي في الوطن العربي، ان احنا ما عندناش مراعي اصلا، تمام؟ وان الاغنام دي من الحيوانات اللي بتعيش على اي حاجه وبتاكل اي حاجه، فطبيعي افتقارنا للمراعي وافتقارنا للحشائش اللي موجوده في الوطن العربي، فهنلاقي ان الاغنام تعتبر اكثر الحيوانات اللي بتنتشر في الوطن العربي. بيتركز تربيه الاغنام في السودان والمغرب والجزائر. تاني الحيوانات عندنا يا اولاد الماعز، والماعز بتتركز تربيتهم في الصومال والسودان. بعد كده عندنا الابقار. الابقار يا اولاد بيتركز تربيتهم في السودان ومصر والمغرب وسوريا والصومال. اما الجاموس، فالجاموس بيتركز تربيتهم في دولتين، مين هم بقى؟ مصر والعراق. طب ليش معنى يا اولاد مصر والعراق؟ لان الجاموس يا اولاد بيتم تربيته على ضفاف الانهار. بعد كده عندنا الخيول العربيه الاصيله. بالنسبه للخيول العربيه الاصيله تتركز تربيتها في مصر والمغرب والعراق. اما بالنسبه للابل او الجمال فتربيتهم بتتركز في السودان وبعض الدول العربيه الاخرى. وبنلاقي ان الابل او الجمال ليها سباقات عربية أو سباقات مشهورة جدا اسمه سباق الهجن. وسباق الهجن ده يا أولاد رياضة شعبية بتمارس في الوطن العربي، بتتسابق فيها الإبل بسرعة تصل ل 64 كيلومتر في الساعة في أماكن مخصصة لهذا السباق. وهذه السباقات توجد في الإمارات والسعودية ومصر. بعد كده يا اولاد هنتكلم عن اهم الحيوانات في او مش اهم الحيوانات بقى،
أهمية يا أولاد الحيوانات في الوطن العربي. إيه هي الأهمية بقى يا أولاد اللي بتمثلها الحيوانات في الوطن العربي؟ رقم واحد بيقول لي إن أهمية الحيوانات في الوطن العربي، رقم واحد مصدر لغذاء الإنسان حيث تمده باللحوم الحمراء والألبان. رقم اتنين بتوفر المادة الخام، سواء كانت طبعا المادة الخام دي بتدخل في الصناعة، سواء كانت الجلود حيث صناعة الملابس والأحذية، أو حتى اللبن الذي يصنع منه الزبد والجبن. وتستخدم بعض الحيوانات في النقل أو تستخدم بعض الحيوانات في النقل وأعمال الحقل. طبعا عندنا بعض المقترحات يا أولاد اللي ممكن من خلالها ننمي الثروة الحيوانية، عن طريق إن احنا نوفر الرعاية البيطرية أو الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، وتحسين سلالات الأبقار والجاموس والأغنام بالوطن العربي. وبكده نكون خلصنا أول عنصر من عناصر درسنا النهاردة، ألا وهو الحيوانات في الوطن العربي. هننتقل بعد كده يا أولاد للدواجن. طبعا الدواجن بتربى في الوطن العربي في المزارع. من أكبر الدول يا أولاد اللي فيها إنتاج دواجن دولة مين؟ دولة السعودية. دولة مين؟ دولة السعودية، تعتبر أولى دول الوطن العربي إنتاجا للدواجن. أهمية الدواجن يا أولاد، طبعا الدواجن بيتم الاستفادة من لحمها وبيضها كبديل للحوم الحمراء نتيجة لنقص الإنتاج الحيواني. هنتكلم بعد كده يا أولاد عن الأسماك. هنتكلم عن إيه؟ عن الأسماك. طبعا الوطن العربي يا أولاد غني بالثروات المائية المتعددة ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة، وأهم الثروات المائية طبعا عندنا عندنا طبعا اللؤلؤ والمرجان، ولكن أهم الثروات المائية على الإطلاق في الوطن العربي هي الأسماك، حيث نلاحظ أن الوطن العربي لديه سواحل طويلة لمسطحات مائية متعددة، سواء كانت محيطات أو بحار أو خلجان أو حتى أنهار أو حتى بحيرات، حيث عرف سكان الوطن العربي منذ القدم الثروات المائية من أسماك وأحجار كريمة وشعب مرجانية وغيرها، واستخدموها في غذائهم وزينتهم. أهمية الأسماك في الوطن العربي يا أولاد، تعتبر الأسماك أحد أهم أو من أهم موارد الثروة المائية في الوطن العربي وأكثرها استغلالا، وذلك رقم واحد هي الغذاء البروتيني الأساسي في الوطن العربي. مين؟ الأسماك. بتعوض النقص في الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني، وكمان بتعمل على ازدهار مشروعات التصنيع عند زيادة الإنتاج السمكي. ومن أهم هذه المشروعات مشروع صناعة حفظ وتعليب الأسماك. هنتكلم عن مصايد الأسماك بقى يا أولاد في الوطن العربي. بتنقسم مصايد الأسماك في الوطن العربي، لو بصنا كده على الخريطة اللي قدامنا دي يا أولاد هنلاقي إن المصايد بتنقسم إلى مصايد بحيرية، أي مرتبطة بالبحار والمحيطات، سواء كان المحيط الأطلنطي مثلا، لو بصينا كده هنلاقي إن في مصايد بحرية اللي بتطل على البحار والمحيطات والخلجان، زي المحيط الأطلنطي في الغرب والمحيط الهندي في الشرق والجنوب، وعندنا طبعا البحر المتوسط والبحر الأحمر، الخليج العربي، بالإضافة إلى خليج عمان وخليج عدن. دي كلها يا أولاد مصايد إيه؟ مصايد بحرية. هنلاقي إن المصايد البحرية اللي أنا وريتها لكم على الخريطة دي يا أولاد بتنتشر في معظم دول الوطن العربي، منها طبعا المغرب ومصر وعمان. طيب تاني حاجة يا أولاد عندنا المصايد البحيرية، مرتبطة بإيه؟ مرتبطة بالبحيرات الشمالية، مرتبطة بإيه؟ بالبحيرات الشمالية وبحيرة قارون وبحيرة ناصر، هوضحها لكم برضه على الخريطة. لو بصينا يا أولاد على المصايد البحيرية بقى، مرتبطة بالبحيرات الشمالية وبحيرة قارون وبحيرة ناصر في أقصى الجنوب. دي بالنسبة للبحيرات الشمالية. طيب بعد كده عندنا المصايد النهرية، عندنا طبعا نهر النيل في مصر في مصر والسودان، عندنا طبعا نهر النيل في مصر والسودان، لو بصينا على الخريطة طبعا ده نهر النيل اهو، دي في مصر. فين؟ في مصر والسودان. وعندنا كمان نهري دجلة والفرات. فين؟ في العراق، دجلة والفرات في العراق. اما اخر حاجة من مصايد الاسماك في الوطن العربي وهي المزارع السمكية، والتي تنتشر فين؟ المزارع السمكية تنتشر في مصر. تنتشر فين؟ في مصر. بعد كده يا أولاد هنتكلم عن أسباب قلة الإنتاج السمكي في الوطن العربي. على الرغم من كل أنواع المصايد دي كلها، إلا أن الأسماك في الوطن العربي قليلة جدا. إنتاج الوطن العربي يا أولاد من الثروة السمكية قليل
ولا يتناسب مع توافر العديد من المسطحات المائية المتنوعة. وإحنا شفنا عندنا بحار وعندنا محيطات وعندنا خلجان وعندنا بحيرات وعندنا أنهار، كل ده أولاد برضو الثروة السمكية لا تتناسب أو إنتاج الثروة السمكية لا يتناسب مع المسطحات المائية. ليه بقى؟ رقم واحد، بسبب استخدام الصيادين للأساليب البدائية. رقم اثنين، تلوث المياه الذي يؤدي لقتل العديد من الأسماك. رقم ثلاثة، ترك الصيادين لحرفة الصيد والانتقال إلى حرف أخرى زي الصناعة واستخراج البترول. وأخيرا، الصيد في الأوقات الممنوعة أو باستخدام الشباك الضيقة. عندنا أولاد بعض المقترحات لتنمية الثروة السمكية، زي أننا حسن أحوال الصيادين ورفع مستوى معيشتهم، وكمان أننا أدرب الصيادين على استخدام الأساليب التكنولوجية في الصيد وأننا أعملهم عملية توعية بمواعيد الصيد المناسبة، حماية المياه من التلوث، الاهتمام ببناء أساطيل مجهزة بأحدث وسائل حفظ ونقل الأسماك كما في بعض الدول زي دولة اليابان مثلا، التوسع في إنشاء المزارع السمكية. وبكده أولاد نكون خلصنا درس الثروة السمكية والحيوانية أو الثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي. أتمنى تكونوا استفدتوا بالنهاردة، ياريت كلكم تتفرجوا على الفيديو وإن شاء الله بإذن الله تستفادوا من درس النهاردة. كان معكم مستر حسام أحمد، مدرس الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.